هذا يسأل عن المسافر اللي يخرج اللي يظهر إلى المطار، مسافر يحضر في المطار، هل يجوز له القصر في المطار أو لا يجوز؟ وهو من أهل البلد، وهو من أهل البلد، إن كان المطار خارج البلد وخارج بنيان البلد فيجوز له القصر لأنه خرج من البلد، أما إذا كان المطار في داخل البلد وداخل البنيان فلا يقصر لأنه لم يخرج من البلد إلى الآن. نعم.